دايما بتختار موضوعات جادة فيها رسالة، تحمل رسالة للجمهور، تبقى حريص على ده وانت بتفكر في اي عمل. شوف انا ضيف في السينما لان انا بشتغل كراجل اعلامي، اذا كنتش اعمل حاجات فيها اضافة مش هعملها. ففيلم الكافير كان فيلم وطني، فيلم اجندة حمراء بيشرح آية قرآنية ولا تقربوا الزنا انها كان فاحشة وساء سبيلا، ده راح الكبير محمود ابو زيد الله يرحمه. في المهمة صعبة اتكلم على قضية المبيدات، وكان قالوا انه يحصل زي ثورة وكده واشار لبعض رموز النظام في الوقت ده. الفيلم الجديد ده بيوثق حقبة تاريخية بنربطها باللي حاصل دلوقتي. اللي حاصل دلوقتي ازاي تهدم الاوطان من خلال افكار تبدو انها شكلها حلو لكن تبتهدم الوطن. الفن ليه دور كبير جدا، شفنا نجاح فيلم ممر، الصغيرين قبل الكبار دخلوا الفيلم، ده معناه ان الفن ممكن يعيد صياغة الضمير والانتماء والوعي. احنا لازم نعمل ده كلنا، لما اقول كلنا يبقى العراق، يبقى مصر، يبقى الخليج كله يعني.